قال رحمه الله: باب المشركة. المشركة المشتركة الحجرية الحمارية العمرية اليمية لها أسماء، وإن تجد زوجا وأما ورثا. إذن المسألة فيها زوج وأم وجمع من الإخوة لأم وأخ شقيق، فأكثر ذكر، لابد ذكر هنا لا أنثى، ذكر معه أنثى لا إشكال. المهم هذه صورة المشركة المشتركة، زوج لا زوجة، أم لا جدة أو جدة، جدة لا إشكال، صح؟ في المشركة أم أو جدة صاحبة سدس، وجمع من الإخوة لأم وأخ شقيق فأكثر، سواء معه إناث أو لا أو ذكور ما في إشكال. المسألة زوج له النصف، أم أو جدة سدس، جمع من الإخوة لأم ثلث، المسألة من ستة، النصف ثلاثة للزوج والأم لها السدس واحد أو الجدة، واثنين الثلث للجمع من الإخوة لأم، الإخوة الأشقاء صفر، باقي لم يبقى شيء. في العام الأول من خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قسم على هذا، والإخوة الأشقاء حجبوا وذهبوا. في العام الثاني جاء مثل هذه المسألة، زوج وأم أو جدة وجمع من الإخوة لأم وأخ شقيق فأكثر. فعندما أراد أمير المؤمنين رضي الله عنه حجب الإخوة الأشقاء اعترضوا على أمير المؤمنين، من أقرب للميت، من الأشقاء أو لأم؟ الشقيق أقرب أو لأم؟ الشقيق. فقالوا: يا أمير المؤمنين، هب، يعني افترض، هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم، يعني غير موجود، إلغي الأب، الأب يبعدنا عن الإرث والأم تقربنا الإرث، إلغي الأب، هب أن أبانا أكرمكم الله حمارا، قالوا اعتبروا ليس بآدمي، المهم نرث. ولهذا تسمى الحجرية والحمارية والعمرية والمشركة والمشتركة. فاستحسن ذلك أمير المؤمنين رضي الله عنه وجعلهم شركاء، لكن شركاء أصبحون إيش؟ إخوة لأم الأشقاء، الذكر كالأنثى، مفهوم؟ لكن اعتبر جاءتنا المسألة فيها زوج وأم أو جدة وجمع من إخوة الأم أخت شقيقة، هنا أخت شقيقة إيش تأخذ؟ إيش تأخذ؟ نصف، هذه ليست مشركة، ثلاث أخوات شقيقات، ثلثين عول، زوج أم أو جدة جمع من إخوة الأم أخ لأب، لو ألغينا قرابة الأب صار غير وارث أصلا، صح؟ إذن صورة المسألة زوج لا زوجة، أم أو جدة لا إشكال، جمع من الإخوة لأم، لأنه جانا أخ لأم واحد أخذ السدس، يبقى للإخوة الأشقاء واحد وهو السدس الباقي، تمام، وأخ شقيق فأكثر. هذه المسألة قالوا هذا لم يثبت عن عمر رضي الله عنه. ثم قالوا أيضا، قلنا في العام الأول لم يورث الأشقاء، في العام الثاني في المسألة الثانية ورث الأشقاء، رجعوا الذين في العام الأول، رجعوا عندما سمعوا أن أمير المؤمنين أعطى هؤلاء، رجعوا على عمر رضي الله عنه وقال أعطينا كما أعطيت هؤلاء، قال ذاك بما قضينا وهذا بما نقضي، والاجتهاد لا يناقض الاجتهاد، هذا قاعدة عند الأصوليين. المهم هذه القصة لم تثبت. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض لأهلها، فما بقي، لم يبق شيء للأشقاء، فلأولى رجل ذكر، أقرب أبعد ليس لنا علاقة، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: باب المشركة. نعم. وإن مع الزوج وأم تصبي أولاد أم مع شقيق عصبي، فاجعله مع أولاد أم شركة، واقسم على الجميع ثلث التركة. نعم، فهذه هي المسألة المشتركة أو المشركة أو الحجرية أو الحمارية أو اليمية أو العمرية، عمرية واحدة. نعم.